مسؤولية كبيرة علينا كاملين. بعد كنت ماني متأكد بوفاء وصدق وأمان المرشح مرشحنا محمد والشيخ محمد أحمد والغزواني ما وقفت معاكم اليوم هنا تياها يقال الأمانة معدين هو معدين لبلدنا، لأن المرشحين تعرفون إذا ما تكلم المرشح عنهم لا يتكلم عنهم. المرشح اللي أمامكم مرشح الصدق ومرشح الأمان، فيه بعض المرشحين وفيه بعض التوجهات، إما تختاروا ونعرف عنكم ومتأكد عنكم لا تختاروا مرشح المستقبل، مرشح الاستقرار، مرشح الأمن والصحة والتعليم والتنمية الريفية والتقدم وازدهار موريتاني، اللي هو مرشح محمد والمحمد الشيخ والغزواني.